تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا. النموذج الثاني سنقوم بحله معا. التمرين الأول: للجزائر أربع انتماءات، هي الانتماء الأول، الانتماء الثاني، الانتماء الثالث، والانتماء الرابع. إذا الجزائر تقع في قارة أفريقيا. إذا الانتماء الأول هو، أحسنتم، الانتماء الإفريقي. الانتماء الإفريقي. إفريقية. ثانيا تنتمي الجزائر كذلك إلى بلدان المغرب العربي. إذا لدينا الانتماء المغاربي. الانتماء المغاربي. واصل، لدينا الانتماء الإفريقي، الانتماء المغاربي. كذلك موقع الجزائر تقع في الضفة الجنوبية الغربية للبحر الأبيض المتوسط. إذا لدينا الانتماء المتوسطي. الانتماء المتوسطي. ولدينا أخيرا رابعا الانتماء العربي. العربي. إذا الجزائر أربع انتماءات: الانتماء الإفريقي، الانتماء المغاربي، الانتماء المتوسطي، والانتماء العربي. التمرين الثاني: أكمل الفراغ بما يناسب. 71%، 29%، 510 متفاوتات. يتوزع كل من الماء واليابسة بنسب على سطح الأرض، حيث تبلغ نسبة توزيع الماء ونسبة توزيع اليابسة من سطح الكرة الأرضية التي تقدر مساحتها بمليون كيلومتر مربع. إذا نبدأ. يتوزع كل من الماء واليابسة. الماء هما البحار والمحيطات، واليابسة هما القارات. إذا تتوزع الماء واليابسة بنسب غير متساوية. إذا نسب متفاوتة. أحسنتم، نسب متفاوتة. معناها نسبة الماء الموجودة في الأرض ونسبة اليابسة الموجودة في الأرض ليسوا متساويين. إذا نقول بنسب متفاوتة على سطح الأرض، حيث تبلغ نسبة توزيع الماء. نسبة توزيع الماء هي الكبيرة على الأرض. كم تبلغ؟ أحسنتم، 71%. ونسبة توزيع اليابسة، جيد، 29%. من سطح الكرة الأرضية. إذا 71% من سطح الكرة الأرضية يوجد على شكل ماء، و 29% من سطح الكرة الأرضية يوجد على شكل يابسة. التي تقدر مساحتها، مساحة كلية للكرة الأرضية، تساوي، جيد، 510 مليون كيلومتر مربع. نعيد قراءة الفقرة. يتوزع كل من الماء واليابسة بنسب متفاوتات على سطح الأرض، حيث تبلغ نسبة توزيع الماء 71%، نسبة توزيع اليابسة 29% من سطح الكرة الأرضية التي تقدر مساحتها ب 510 مليون كيلومتر مربع. التمرين الثالث: أكمل الخريطة. تعريف الخريطة: خط هو خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية تعمديا ويقسمها إلى قسمين. إذا تعريف الخريطة، يوجد عدة تعريف للخريطة. من بين التعريف: خريطة هو رسم مصغر لمنطقة معينة من الأرض أو جزء منها. كذلك يمكن إضافة لها أساسيات تتمثل في العنوان، المقياس، المفتاح، والاتجاه. كل تلميذ لديه التعريف في الكراس، إذا يكتب التعريف الموجود في كراس الجغرافيا. خط هو خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية. ما اسم هذا الخط؟ أحسنتم، هو خط غرينيتش. خط غرينيتش. خط غرينيتش هو خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية عموديا ويقسمها إلى قسمين. عموديا يقسمها إلى قسمين، أحسنتم، شرقي وغربي. قسم شرقي
وقسم غربي، قسمين شرقي وغربي. إذا نراجع، قلنا تعريف الخريطة يوجد عدة تعريف، من بين التعاريف هي رسم مصغر لمنطقة معينة من الأرض أو جزء منها، كذلك لها أساسيات تتمثل في العنوان، المقياس، المفتاح والاتجاه. تعريف الخريطة، كل تلميذ لديه التعريف في الكراس. خط غرينيتش هو خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية عموديا ويقسمها إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي، شرقي وغربي. الوضعية الإدماجية، تتوزع مساحة الأرض بين يابسة وماء. أذكر أربع قارات وأربع محيطات. إذا مساحة الأرض تتوزع بين يابسة وماء. اليابسة قلنا أنها القارات، والماء هي بحار ومحيطات. المطلوب هو أذكر أربع قارات وأربع محيطات. قارات 1 2 3 4، والمحيطات 4 محيطات. إذا القارات لدينا القارة الأولى، أحسنتم، قارة إفريقيا. ثانيا قارة، أحسنتم، أوروبا. ثالثا قارة، جيد، آسيا. قارة آسيا. لدينا رابعا قارة أمريكا. يوجد كذلك قارة أستراليا. المطلوب 4 قارات، قارة إفريقيا، أوروبا، قارة آسيا، وقارة أمريكا. من هنا لدينا المحيطات، كذلك يوجد 5 محيطات، المطلوب هو 4. المحيط الأول، جيد، المحيط الهادي. المحيط الثاني، أحسنتم، المحيط الهندي. المحيط الهادي يختلف عن المحيط الهندي، المحيط الهندي. ثالثا المحيط، أحسنتم، الأطلسي. لدينا كذلك المحيط المتجمد الشمالي. لدينا كذلك المحيط المتجمد الجنوبي. إذا لدينا 5 محيطات، المحيط المطلوب 4، المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، والمحيط المتجمد الشمالي. القارات مطلوب كذلك 4، قارة إفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.